믿습니다. none. جميل. finally. فقرة هذه بدون رقابة. أوكي. بدون رقابة. الفريق الصحفي الذي كنت من ضمنه في عام 2009 هل كان مهنيا في نقله للأخبار؟ عام 2009 كنا أول فريق يصور برنامج لايف من ساحات بغداد مثلا من الأعظمية من ساحة الفردوس إلى آخره من الأيكونيك بليسز يعني الأماكن ذات الرمزية فقط لنثبت للعالم بأن العراق بخير بعد الحرب الطائفية لذلك نعم مهني إعلامي عراقي معروف هاجم الموصل وأهلها نعم فردت عليه الإعلامية سهير القيسي أي بشكل عنيف حس البعض ليش انبريتي ليش حسيت نفسك انه وصلني فيديو نعم. وصلني فيديو حتى نسيت اسمه والله ما يحضر ما اريد نذكر اسمه يعني عفوا وصلني لا. فيديو لشخص يهاجم الموصل وصلني بعد ما زرت الموصل وشفت معاناة اهل الموصل مثل ما شفت معاناة مدينة الصدر وقتها وما حد كان يتحدث بمعاناتهم نعم. دخلت الموصل وشفت معاناتهم وشفت معاناة نسائهم يجي شخص عراقي يمس المرأة بالموصل ليش؟ احنا كنا عراقيين فلا يستاهل الرد تمام يقال ان اختيارك من بين اكثر 10 اعلاميات تأثيرا في العالم العربي فيه مجاملة لك كون معيارهم كان على اساس المظهر وليس الجوهر اعتقد انت تتحدث بعد دخول الامم المتحدة وادخال المساعدات والزيارات المناطق الخطرة اعتقد الاريبيان بزنس اختارتني من ضمن الأكثر تأثير العرب الأكثر تأثير على العالم نعم والله ما أعرف هذه وجهة نظرهم أحترمها إذا يحسوها هواي إنهم حق طالما أنهم طرحوها بشكل مهذب خلص وجهة نظرها أحترمها جميل نلعب لعبة جديدة وأخيرة يلا نعم ليش معنا حسيت ما أعرف حسيت هنا صحيح الباب المغلق كيف تقيمين احترافية الإعلام العراقي؟ أتمنى تكون رسالتي المقبلة هي رفع الوعي وأنا نويت في داخلي أن تكون رسالتي المقبلة بالإعلام رفع الوعي ليش؟ لأنه اللي دنعيشه في العراق هو نتيجة لخلق عقلية مريضة عقلية التقسيم إلى تصنيفات غير إنسانية إذا تقسم الإعلام إلى تصنيفات مثل هذا النوع تبعاً للتصنيفات الحاضرة بالمشهد السياسي إحنا ما رح نقدر نخلق وعي عالي أو وعي صحي بس أريدك تلاحظ ملاحظة هذا مو يعني إنه العامل بالإعلام العراقي غير كفو إحنا عندنا صحفيين شهداء من القنوات المحلية أكيد قدموا أجمل مشاهد الصحافة في الأربع سنين الأخيرة هذول ما لهم يعني دخل بالكلام اللي أقوله أتحدث عن نيات المبيتة وراء التقسيم في القنوات لكن الكادر العراقي أنا فخورة جدا بوجود كادر عراقي متميز وصحفيين ميدانيين متميزين جدا في كل القنوات لكن أنت تتحدث عن أمور أعمق أعتقد لا. بسؤالك لذلك قلت لك أنه نتمنى أنه إحنا نشتغل على الوعي ونشتغل على العقلية ونحسن منها حتى نوحد بلدنا جميل